السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم أستاذ ترقان. أول شيء بعلمكم على حاجة. زي ما أنتوا تعرفوا في الشرطة كل شرطي يكون معاه حزام، الحزام حقه في اللي يعلقوا عليه أسلحة، اللي يعلقوا هنا سلاح وهنا كلبشة، الكلبشات اللي زي دي شوفوا اللي زي دي، هي دي الكلبشة. ايوه الناس يعلقوا اشياء دي. المهم انا دحين بوريكم انا ايش اعلق في حقي. انا زي ما انتم عارفين خرز، ما هو حقيقي وما ادري، عشان لحد يروح يقول لي شوفوا الولد ده مستعمل مسدسات حقيقيه وما ادري، لا كله خرز. شوفوا اها هذا خرز، شايفين؟ طيب اول شيء انا شخصيا احب اعلق في سلاح في الحزام حقي. اول شيء السلاح حقي شايفينه بالهولستر ده، الهولستر يعني ليش الشيء اللي يحط فيه السلاح. ليه اقول لكم ليه؟ هنا يمديك تحط سلاح، طيب بعدين هنا لما تفتح هذه يمديك تحط خزنه زايده، شايفين كيف هذه خزنه زايده. المهم كيف تعلقوا على الحزام زي كذا، شوفوا زي كذا، هنا في دي تعلقها كذا على الحزام. طيب المهم انا سلاحي زي ما انتم عارفين، السلاح اللي انا سويت عليه ريفيو الجلوك، هو هذا اهو نفسه، هو هذا السلاح. طيب اللي بعده انا احب اعلق شيء ثاني. شوفوا اول شيء انا عندي هذه، ممكن انا وريتكم هي في مقطع فات، والله ما افتكر مزبوط، وممكن ما وريتكم هي في مقطع فات. الحين تشوفوا شايفين هذه هي الكلبشات، هذا اول شيء لما تفتحوا زي كذا طلع لك الكلبشات. الكلبشات دي مره كويسه، شوفوا هذه حقيقيه ترى، دي حق الشرطه بس انا مستعملها في الالعاب. ولا هذه ما هي سكاكين، شوفوا ما هي سكاكين، هذه بس عشان هم، هذه عشان حقيقية الشرطة يحطوا دي عشان يتعور يد الحرامية. طيب المهم ايش عندنا كمان، شوفوا علق كمان المفتاح حقه، المفاتيح حقت الكلبشة، شوفوا ترى هذا حديد ما هو لعبة. شوفوا مثلا انا قفلت على واحد، شايفين هذه المحل ده، ايوه زي كذا تدخلوها هنا وتفتحوا، شايفين كيف؟ طيب دحين انا حركب كل اشياء على السلاح واوريكم، بس اذا انتم ما تحبوا الوقت يعني كذا تطولوا، بس فوتوها دقيقة نص دقيقة قدام وانا ارجع لكم. طبعا هذه الاشياء كلها، مو كلها يعني، الحزام ولا الاشياء اللي تعلق فيها السلاح والكلبشه هذه تجيبها من النت، اكتب موقع اسمه امازون، الامازون ده يجيب لك اي حاجه تباها، ان شاء الله اي شيء، ان شاء الله بسكوليت، ان شاء الله اي شيء انت متخيله يجيك. طبعا هو كده يتقفل، شوفوا زي كده. طيب اهو خلصنا منه، شايفين كيف هذا هو الحزام حقي، ما هو مره تقيل عشان ما اعلق واقدر اجري فيه لو ما ادري. وبعدين في بعضكم يسالني انا فين احط المفاتيح حقته، والله المفاتيح حقته انا ما عندي حق عليه. شوفوا يعني انا عندي دي، شوفوا دي اللي تحط فيها الخزنة حقتك إذا كان عندك خزنتين، وهذه حق جوالك، أيوة حق جوالك، إذا يمديك تحط هنا جوال أو شيء، بس الشرطة يستعملوها في أشياء تانية. طيب هو ده في أشياء كتيرة بس أنا ما أحب أوريها كذا.
المهم انا بس كنت بقول لكم انه لما تشتروا الحزام ده دوروا على الحزام ده مخصوص اللي يجي معاه ده اللي تعلق فيه السلاح كل الاشياء دي، ودوروا على الامازون واشتروا، هو حيجي معاه الاشياء دي كلها، واظن هو $20 حاجة زي كده، يعني سعره مرة كويس، وهذا اصلي ما هو تقليدي، اشتغل مرة كويس. ده اظن الشرطة مو الامريكية دي، الروسية والالمانية يستعملوا ده الحزام. طيب ان شاء الله يكون عجبكم المقطع، لا تنسوا لايك سبسكرايب شير، واشوفكم في المقطع الجاي، السلام عليكم.